السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير، كل عام وانتم بخير. يوم السبت ان شاء الله تكون عاشورة. نتكلم النهاردة في موضوع بيخص النساء وقيمة النساء في العالم، وقيمة النساء في العالم الإسلامي بالذات. أنا سميته النساء فقط علشان النساء يعرفوا دورهم الحقيقي في بناء أمة وبناء مجتمع وبناء حضارة وبناء نهضة. تكلمت امبارح فيه باللغة الإنجليزية، وتكلمت عن دور النساء ودور في إنشاء هذه الحضارة. قبل ما نتكلم عن النساء، نتكلم عن التعليم وعن أقدم الجامعات في العالم اللي احنا بنفتخر ان احنا أنشأناها، والناس ناسية ان كيف أنشأ العالم الإسلامي أو العالم العربي هذه الجامعات. أولهم كان جامعة الزيتونة اللي أنشأت في تونس في 737 ميلادية، 120 هجرية. والتانية كان في بيت الحكمة اللي كان في بغداد. يعني شوف، تونس، بغداد، في العراق، في عصر هارون الرشيد الدولة العباسية والخليفة المأمون، واللي هدمها ودمرها المغول في عام 1258، وهي انشأت في ما بين 786 808 ميلادية. الجامعة الثالثة اللي انشأتها امرأة اسمها فاطمة الفهرية في فاس، اللي هي جامعة القرويين، في عام 245 هجرية و 859 ميلادية. الجامعة الرابعة اللي هي جامعة الأزهر في القاهرة، واللي أنشأها الفاطميين، وفي هذا العصر في 359 هجرية و 970 ميلادية. والجامعة الخامسة اللي هي دار الحكمة في مصر أيضا، وأنشأها الفاطميين في عام 1004 ميلادية، 395 هجرية، وكان فيها 1.6 مليون كتاب ووثيقة ومخطط، منهم 6500 عن الرياضيات وعلومها، و 16000 عن الفلسفة، وتم نقلها فيما بعد ما انحرقت ونهبت إلى تركيا في الدولة العثمانية. أما آخر جامعة هنتكلم عنها، ولأن لها خاصية معينة، لأن أيضا اللي اهتمت في بنائها امرأة اسمها الأميرة فاطمة بنت إسماعيل ابن إبراهيم باشا في مصر، هي جامعة القاهرة، اللي كان الخديوي، كان محمد علي في 1820 أنشأ حاجة اسمها المهندس خانة، وبعدين بقى في 1827 أنشأ حاجة اسمها كل مدرسة الطب، وبعدين أغلقت هذه الأشياء في 1850. بعد كده المصريين في ثورة مصطفى كامل باشا نادوا ببناء الجامعة، عملوا جامعة أهلية في 1908 في مصر، اللي كانت جامعة القاهرة، وتحولت إلى جامعة حكومية في 1825، اللي كانت المؤسسة أو اللي كانت الراعية أو اللي كانت البانية لها هي الأميرة فاطمة بنت الأمير بنت الخديوي إسماعيل. تبرعت بالست فدادين اللي هي عليها الجامعة الآن، وتبرعت أيضا ب 661 فدان من أرضها في الدقالية، أوقفتهم وأوقفت أشياء كتيرة جدا في هذا. بس من هذه الأشياء، لأن دور المرأة في بناء جامعة القاهرة ودور المرأة في بناء جامعة القرويين. البلد اللي ما فيهاش علم لن تبني حضارة. لذلك شوف، جامعة زيتونة في تونس، دار الحكمة في بغداد، وبعدين جامعة القرويين في فاس، وبعدين الجامعة الأزهر، وبيت الحكمة في مصر، بين جامعة القاهرة في مصر أيضا. كل هذه الأشياء ما بين بغداد وتونس والمغرب والقاهرة. الأمة كلها كانت تستطيع أنها تبني وتحترم العلم. ندخل الموضوع بتاعنا ودور المرأة اللي احنا بنتكلم عنه علشان تعرف دورها كان في العصور الأولى من صدر الإسلام الأول، في الدور اللي قام به السيدة خديجة رضي الله عنها، في أنها وقفت كالصخرة التي لا يحركها أحد في ظهر الرسول صلى الله عليه وسلم لمناصرته في نشر الدعوة بملها، بجهدها، بفكرها،
بمدافعتها عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم بعد كده أمهات المؤمنين، ثم 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 إلى آخره. شوف الأول، دول كل الأسماء دي كلهم بلا استثناء أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها روت أكثر من 2200 حديث، استمع منها 200 وحوالي 30 صحابي و70 صحابية نقلوا عنها الحديث. سيدة أسماء بنت أبو بكر روت الحديث، أم عمارة سيدة بنت كعب الصحابية روت الحديث، السيدة أسماء بنت عميس روت الحديث، السيدة فاطمة بنت الحسين ابن علي بن أبي طالب روت الحديث، أم المؤمنين مسلمة، أم المؤمنين حفصة، أم المؤمنين زينب، أم المؤمنين فاطمة، وهكذا إلى آخر، كلهم روا الحديث. أنا بس هذكر لكم بعض القصص اللي حصلت لبعض التابعيات. التابعيات أول واحدة فيهم اسمها أم الدرداء الصغرى اللي كانت متجوزة سيدنا أبو الدرداء رضي الله عنه الصحابي الجليل، ودي مات في سنة 80 هجرية. دي انتقلت إلى دمشق وكانت لها حلقة في المسجد الأموي، وكان بيحضرها مين؟ بيحضرها الخليفة الأموي عبد الملك ابن مروان. دي نمرة واحد. نمرة اثنين، عمرة بنت عبد الرحمن بن سعد ابن أسعد الأنصرية. دي مدنية من أهل المدينة، وكان لها مجلس، وكان نقل عنها مين؟ مين نقل عنها الحديث؟ سيدنا البخاري وسيدنا مسلم وغيرهم كتير. امرأة من أهل المدينة، بخاري ومسلم على ابنة الإمام بن سعيد ابن المسيب من التابعيين، أبوها اللي هو سعيد ابن المسيب رضي الله عنه. هحكي لكم قصتها، قصتها جميلة جدا. أبوها طبعا كلنا نعرف من هو سعيد ابن المسيب. في يوم من الأيام افتقد أحد التلامذة بتوعه اللي هو كان اسمه ابن أبي وداعة، ولما دخل عليه التلميذ ده قال له ما بالك مكتئب؟ قال له زوجتي ماتت. قال له ألك في زوجة أخرى؟ قال نعم. قال له ابنتي. قال بس أنا ما عنديش فلوس. قال له عندك كام؟ كان عنده 2 درهم أو 3 درهم حاجة زي كده يعني. هذه الابنة سعيد بن المسيب رفض إن هو يجوزها لابن الخليفة الأموي في ذلك الوقت، وتعجل بتزويجها لمين؟ لابن أبي وداعة اللي ما عندوش 2 درهم. فرجع ابن أبي وداعة لبيته بقى مهموم، لا عنده أكل ولا شرب ولا سرير ولا حاجات من دي كلها. بعد شوية كده خبط عليه حد في الباب، فابن أبي وداعة بيقول مين اللي على الباب؟ قال له أنا سعيد بن المسيب، أنا سعيد. قال له من سعيد؟ قال له سعيد بن المسيب. فافتكر أن سعيد بن المسيب رضي الله عنه جاي علشان يفسخ الجوازة، ففتح الباب فقال له هذه زوجتك، لقد تزوجت ها، فلم أرد أن تنام الليلة وأنت عازب أعزب. فطبعا أسقط في يد مين؟ ابن أبي وداعة، لا عنده أكل ولا شرب ولا أي حاجة. فطلع على السطوح يعمل إيه؟ يم فلان يم فلان يم فلان يم الحقونا 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 الحقونا. إيه اللي حصل؟ أنا اتجوزت بنت سعيد المسيب وعندي في البيت وما عنديش حاجة. نزلوا كلهم يجروا عشان يلحقوا بالعروسة ويهننوها. فجت لأمه قالت له لا تدخل عليها قبل 3 أيام إن أنا أجهزها ليك، تجهيز العروسة لزوجها. تاني يوم بقى بعد الدخلة ودخل كده وكعريس، راح بقى عشان ايه يسمع لابوها. قالت له اقعد. راح فين؟ قال راح اسمع الحلقه بتاعت سعيد بن المسيب. قالت له انا هعلمك اللي بيقوله سعيد بن المسيب، انا هعلمك اللي بيقوله سعيد بن المسيب. خلاص. تانية بعد كده واحده اسمها ابنه الامام مالك اللي هي فاطمه، نفس الموضوع. كان يجوا التلامذة الإمام مالك رضي الله عنه مبارك ويسألوه وإيه ويقروا عليه إيه ألفي اسمها مسند الإمام ابن مالك الإمام مالك. فكانت هي من وراء الباب تخبط، يعني معناها إيه؟ يعني معناها الرجل ده بيلحن في كلامه أو بيغلط في كلامه، فيسمع الإمام مالك كلام بنته فاطمة لكي يصحح كلام التلميذ بتاعه. دي فاطمة بنت الإمام مالك رضي الله عنه، اللي الإمام مالك طبعا مات في سنة 179 هجرية. في واحدة اسمها فاطمة الفهرية، احنا اتكلمنا عنها أيضا، اللي بنت جامعة القرويين. في واحدة اسمها فاطمة التنوخية، دي كانت محدثة أيضا، واستمع لها الخطيب البغدادي، مش استمع لها هاني البنا ولا علي ولا حسنين ولا كذا ولا كذا، لا الخطيب البغدادي كريمة المروزية. بردك ايه كريمة المروزية اللي ماتت سنة 463 هجرية، كان ليها مجلس في مكة. فين؟ في مكة، مكة المكرمة. ها؟
وكان بيحضر لمجلسها العلماء والشيوخ حينما كانوا علماء، مش علماء بيخلوا المرأة تخش في الحمام ويقفلوا عليها. كانت فين؟ في مكة تدرس كريمة المروزية من اللي ولدت 363 ومات 463، وكانت محدثة. في قصة أخرى بد أذكر اسم الست بتاعتها واللي أنشأت بعدها حضارة. لو احنا رحنا غرب الدنيا بقى في مالي هنلاقي في مدينة اسمها تومبوكتو، اللي كان اسمها في الماضي اسمها تومبوكتو، يعني مكان السيدة بوكتو. مين السيدة بوكتو دي؟ الطوارئ كانوا بيعدوا كل سنة عشان ايه يجوا المنطقة ناحية نهر النيجر بساعة المطر، فايه يجلسوا هناك. وفي يوم من الايام حفروا بئر هناك في المدينة، وكان هناك سيدة جليلة اسمها بوكتو، كانت امينة جدا 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 وكعبها عالي في الصدق والامانة. فكان كل التجار يتركوا اماناتهم عند مين؟ عند السيدة بوكتو. فتمبوكتو اللي هو مكان السيدة بوكتو اللي اصبح العاصمة الكبيرة، عاصمة الثقافة في العالم، ثقافة وحضارة وادب وشعر الى اخره، نسب لمن؟ للسيدة بوكتو اللي بسميها حافظة الامانات. حافظة الامانات المنطقة بتاعتها دي كلها حصلت فيها حضارة غير عادية في غرب افريقيا. فلابد ان نمجد ها قيمة الامانة والصدق عند السيدة بوكتو. لما زار المدينة دي الحسن الوزان، هو وزير الرحالة زي ابن بطوطة، في سنة 1504، اسمعوا دي بقى، وجد فيها 120,000 طالب للعلم. فين؟ في تومبوكتو. بيرجع الفضل فيها في التسمية دي للسيدة بوكتو اللي سمي المكان المدينة عليها. شهد بنت أبي الإبري الدينوري، دي فخر النساء، بس ما فخر النساء، ودي بغدادية، يعني رجعنا من مالي على بغداد مرة أخرى. كان ليها دار اسمها دار سجة، كان يأتيها مئات الطلبة من طلاب العلم. ولدت في 484 هجرية وتوفت في 574 هجرية. نطلع شمال فوق شوية كده على سمرقند، نلاقي فوق اسمها فاطمة السمرقندي، قصتها بالضبط زي قصة مين؟ ابنة سعيد بن المسيب. هي من سمرقند تركستان، ماتت سنة 581، وكان أبوها عالم كبير. خطبها الملوك والمسلمين من العرب وكذا فرفض. تعرفوا ادها لمين؟ لواحد اسمه علاء الدين الكاساني من تلامذته. المهر بتاعها ان هو خلاه يشرح كتاب تحفة الفقهاء. تحفة الفقهاء. يبقى احنا طلعنا من مالي على مين؟ على سمرقند في تركستان. نرجع تاني ايه للمسجد الاموي مرة تانية، فنلاقي ان السيدة عائشة الحرانية اللي ماتت سنة 647 كان لها مجلس ايضا فين؟ في المسجد الاموي. وكانت بتتكسب، كان شغالة خياطة تخيط الهدوم للناس عشان تعيش منها. بعد كده نذهب لزينب بنت مكي بن كامل الحراني اللي ماتت سنة 688 بردك في دمشق. كان بيتزاحم على بابها في جبل قيسون العشرات والمئات من طلبة العلم. خلاص؟ دي الأمة اللي عملت حضارة، والأمة اللي عملت حضارة، والأمة اللي هي الأمة اللي عملت حضارة، والأمة اللي إيه اللي أخرجت هؤلاء القادة في العالم كله. في واحدة تانية في مكة، نرجع لمكة تانية، واسمها زين العرب بنت عبد الرحمن بن عمر بن الحسين اللي بسموها بنت الخيزراني، توفت سنة 704 هجرية في مكة، وتولت مشيخة رباط السقلتاني، وجاورت في مكة، ثم تقلدت مشيخة رباط الحرمين. خلاص؟ مش أنا اللي بقول الكلام ده، أنا لست بمؤرخ ولست بعالم ولست بفقيه ولست بكل الحاجات دي كلها، أنا مسحراتي بقول لكم يا ستات اصحوا من النوم، بقول لكم يا بنات اصحوا من النوم، ده تاريخ أمهاتكم.
مش اللي انتوا بتشوفوا في التلفزيون، مش التاريخ اللي كتب من 50 سنة او 60 سنة او 70 سنة، مش تاريخ اللي بتطلعنا على الفيسبوك والتويتر والحاجات دي. لا، ده مش تاريخ. تاريخ هنا في الكتب القديمة، كتب اللي كان سموها كتب صفرة، اللي محدش بيقراها. اللي لما حد فيكم بيقول لكم اسمعوا 5 دقايق، تقولوا 5 دقايق كتير، 10 دقايق كتير، 20 دقيقة كتير، وتقعدوا قدام الانترنت والفيسبوك ايه ساعة وساعتين وثلاثة وخمسة وعشرة. شايفين؟ كانت هي قائمة شيخة رباط الحرمين. والأخرانية اللي هي السيدة فاطمة البغدادية، ولدت في بغداد وماتت فين؟ وماتت في مصر، في منطقة الظاهر في مصر، ها، وتلمذت على يد ابن تيمية والإمام إيه المقدسي. كل هؤلاء النساء، أنا ما اتكلمتش هنا بقى على الصحابيات، طبعا دول في الجيل في القرن الأول. في القرن الثاني الهجري، سيدة ارجع دي، سيدة نفيسة بنت الحسن، دي كلنا عارفينها في مصر، اللي هي نفيسة الايه العلم، كان ليها مجلس في المسجد بتاعها يومين في الاسبوع، بتعلم الناس في المسجد، كان بيحضر لها الامام الشافعي رحمه الله رضي الله عنه. سيدة ربع عدويه كلكم عارفينها، بس ما هياش مش نبيل عبيد، لا، ربع عدويه ما هياش نبيل عبيد، ما هياش الفيلم اللي اتعمل اللي طلع انها يعني كذا وكذا وكذا وكذا، لا، هي كانت جاريه لكن بفقهها وعلمها وقراءتها للقران سيدها اعتقها، لكن ما رقصت ولا عملت ولا تنايلنا على عنا زي الفيلم بتاع نبيل عبيد. اقروا التاريخ وشوفوا سيره السيده رابعه العدويه الحقيقيه. فاطمه بنت الامام مالك بن انس كذلك من رواه الحديث، قلنا دول كلهم بعد كده في القرن الثاني الهجري، بعد كده القرن الثالث الهجري، دول كلهم نساء، ها، صنعوا تاريخ. انتوا بتصنعوا ايه؟ تصنعوا في البيت، تصنعوا في الشارع، تصنعوا في الجامعه، تصنعوا في الشغل، تصنعوا بق 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 لوك 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 لوك، ها، بتصنعوا نيو لوك، بتصنعوا موزز، بتصنعوا وزز، ايه اللي بتعملوه؟ دول اللي تعرفوا كيف صنعوا انفسهم وكيف خلدهم التاريخ الى الان. كان دول بيعلموا الرجال، عشان نقول للمشايخ لما المنكفئين ممن يدعون المشايخة انكم لستوا بمشايخ لكنكم من المنكفئين، بلك، علشان هم ايه بيقولوا المرأة ملهاش دور في المجتمع. بعد كده هو دي في القرن الخامس الهجري، كل دول ده كل ما في الاسبوع اللي فات ده، وانا اشكر اخت اسمها امينة من كندا، قالت لي عايزة تتكلم عن النساء، فبقالي اسبوع كل لما افتح كتاب، كل ما افتح الانترنت، كل ما افتح كذا كذا كذا، تطلع لي مجاميع. في كنوز ايها النساء وايتها الاخوات اللي انتم مش عارفينها، وماشيين ولا البنت المغنية والبنت الست اللي بتغني واللي بترقص واللي بتمثل واللي عاملة قصتها كذا واللي عاملة شكلها كذا الى اخره. بصوا لدول كيف خلدهم التاريخ وكيف تعلم على ايديهم الرجال. القرن الخامس، القرن السادس، بعد كده دول بقى من العلماء اللي من المسلمين اللي اخذوا عن النساء. تقول لنا بقى الرجالة ما كانوش بيتعلموا من النسوان بالبلد كده؟ لا، كانوا بيسمعوا وبياخدوا منهم الحديث. اولا كان سيدنا علي ابن ابي طالب رضي الله عنه اللي خد عن ميمونة بنت سعد جارية حبشية، والتاني كان الامام مالك ابن انس اللي خد عن عائشة بنت ابي وقاص الانصارية، والتالت الامام احمد ابن حنبل رضي الله عنه رضي الله عنهم جميعا اللي خد عن ام عمر بنت حسان ابن زيد الثقفي، والامام الشافعي زي ما انا اتكلمت خد عن يعني كان بيحضر الحلقه بتاعت السيده نفيسه العلم رضي الله عنه، والامام الجوزي خد عن 3 شيخات، الامام ابن الجوزي، الامام ابو سعد السمعاني سمع عن 69 شيخه من الشيخات من رواه الحديث، الامام الحافظ المنذري سمع عن 20 شيخه من رواه الحديث، الامام ابن القيم الإمام ابن القيم أيضا كان لي شيخة سمع منها. الإمام الذهبي ندم على أنه كان حيسافر من القدس لمصر علشان يسمع من واحدة اسمها أم محمد سيدة بنت موسى المرانية المصرية، وهو في القدس ونزل على مصر
على القاهرة عشان يسمع من ماتت الست، فندم ندم شديد. يعني كان يرتحل من بلد لبلد علشان يسمع من امرأة محدثة. واخدين بالكم يا شباب يا شابات؟ اللوك لوك لوك والنيو لوك. اوكي، الإمام ابن حجر العسقلاني 53 مرأة كانوا بيسمع منهم، اما يجز لهم او يسمع منهم او يسمع منهم. الإمام جايد السيوطي كان عنده 43 امرأة سمع عنها، وهكذا. ففي كتير جدا من الأئمة والمشايخ. الإمام ابن عساكر 80 امرأة، الإمام ابن عساكر 80 امرأة. شوف من الصحابة والخليفة علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلى كل الأئمة اللي هم سمعوا عن النساء. فإيه هو دور المرأة اللي احنا نتكلم عنه بقى؟ نتكلم عن إيه؟ نتكلم عن مشايخ، ما هم بمشايخ، أقزام وليسوا عمالقة. مين هي المرأة اللي احنا نتكلم عنها؟ المرأة دي هي أمي، وهي أختي، وهي زوجتي، وهي جدتي، وهي خالتي، وهي عمتي. إن لم نربيها على أن تكون فاعلة ومفعلة في المجتمع، عالمة ومعلمة في المجتمع، راشدة ومرشدة في المجتمع، فما دور المرأة؟ هذا الفقه المغلوط الذي ليس فقهنا، وهي الثقافة المعوجة التي ليست ثقافتنا، وهذه الرؤى المطموسة التي ليست رؤيتنا وليست رؤية الرسول صلى الله عليه وسلم، الذي كان في ظهره وأمامه ومعه ويأخذ بيده امرأة اسمها خديجة رضي الله عنها. هل من كنا من يستطعنا أن يقف مواقف خديجة أو عائشة أو فاطمة رضي الله عنهم؟ فلا تأخذ العلم من أفواه الجهلاء. العلم موجود في الكتب، اذهبوا وعرفوا تاريخكم. إن لم تعرفي أيتها الأخت تاريخك فأنت كفقاعة هواء يطير بك الريح إلى أي مكان ولن يكن لك قرار. تعرف تاريخك، تعرف قيمك، تعرف عقيدتك، تعرف أخلاقياتك، لكي يكن لك رؤية ويكن يكن لك دور. عيب على مرأة أو فتاة تحيا في هذه الدنيا وليس لها دور تقوم به من أجل بناء نهضة تولد حضارة وتصنع أمة، من أجل بناء قادة في المجتمع، من أجل بناء فكر وأنظمة. هؤلاء النساء، النسوة دول كلهم، أنا في الكلمة دي، الكلمة دي واتكلم عنها ما اتكلمتش، لم أعطي المرأة حقها فيما فعلت، لكن أخذت رموز علشان ايه؟ تصحوا من النوم، اصحوا، نحن في عصر الرويبضات الذي تحدث عنهم الرسول صلى الله عليه وسلم، وقال الرجل التافه، التافه في تفئه، تفئه التافه الذي يتصدر للفتوى وللرأي وهو جاهل. اليوم في فتوى على هوا بعض الناس، امبارح كان في فتوى، الاسبوع اللي فات كان في فتوى، بعد بكره في فتوى، كلهم فتوات متناقضه، فتاوى متناقضات. ليه؟ لان ده هوا مين؟ هوا صاحب الامر، هوا صاحب الامر. فانتوا ايتها النساء والاخوات، ارجعوا للعمالقه من النساء اللي صنعوا تاريخ فعلا، لما كان في حركه ما بين كل هذه الدول وأبناء هذه الشعوب، لما كان في حرية، مش كل شوية واحد بيطلع على التاني إنه إرهابي، ولا بيطلع على التاني إنه هو مش إرهابي بس، إنه متطرف، وده تبع ده. وقسمنا العالم كله من دولة كبيرة تمتد من الغرب المعمورة لشرق المعمورة إلى دول، ودلوقتي مدن، ودلوقتي
قرى، وبعدين هتبقى بعد كده شوارع، وبعدين هتبقى حارات، وبعدين هتبقى، هو كده العدو بتاعكم بيقسمكم الى ان تصبحوا افراد مره اخرى. الجامعات اللي انا اتكلمت عنها دي، الاربع او الخمس جامعات اللي انا اتكلمت عنهم دول، خاصه اللي نشأوا دول، دول انشئوا قبل ما تنشأ اول جامعه في اوروبا في سنه 1090 في سالرنو في سيسيلي في الصقلية، والتانية كانت في إيطاليا في بادونا في إيطاليا في 1222. يعني أنتوا كنتوا عندكم جامعات، كانت الإنساء بتنشئ جامعات، كانت الإنساء عالمات، مش لوك 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 بوك 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 بوك، ها زي ما الإخوة اللبنانية بيقولوا طق حنك، ها كانوا عالمات قبل أن نكتشف أمريكا اللي كان عايش فيها الهنود الحمر في الماضي. نرجع ونختم ونقول علشان يكون امرنا واضح في 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 لقائنا اليوم، احنا عايشين في اوروبا، وللاسف 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 في اوروبا في مساجد تمنع النساء من انها تاتي للصلوات الخمسه، وتقول لهم اما تيجي يوم السبت والحد. الفقه ده جبناه منين؟ الله اعلم. في بعض المساجد في بعض الدول العربية، وأنا كنت بزورها، ولما رايحين نصلي في المسجد اللي قدام بيتنا اتكتب عليه يوم الجمعة لا يوجد هناك مكان للسيدات اليوم. ده مش فقه، دي مش حياة. لو أنت ربيت امرأة جاهلة أصبح المجتمع كله جاهل. لو أنت اتجوزت امرأة جاهلة شكلها حلو وغنية وطيب، أصبحت أنت متجوز واحدة جاهلة تبقى عالة عليك. فنختم ونقول هذا ليس فقهنا، وهذه ليست ثقافتنا، وهذه ليست أفكارنا. أن إذا أردنا أن نتبع ما أتى به المصطفى صلى الله عليه وسلم فلا بد أن نحتذي بما فعله الأولون، ونصنع به مستقبل يستطيع العالم أن يتكلم عنه. مستقبل بدون امرأة تستطيع، أو فتاة تكون متعلمة أو متفقهة ولها دور في الحياة، تبقى الأمة اللي منها هذه المرأة أو الفتاة هي أمة غافلة، أمة غافلة، أمة غافلة. فاعرفي، اعرفي دورك أيتها الأخت في هذه الحياة. وجزاكم الله خير، وأشكركم جميعا. والأسبوع الجاي هنتكلم عن موضوع مهم جدا، بناء النهضات في عصور الظلمات، بناء النهضات في عصور الظلمات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.